موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: باب تحريم ابتداءنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. قال: باب تحريم ابتداءنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم. يعني تحريم ابتداءنا الكافر بالسلام، أنه لا يجوز للمسلم أن يسلم على الكفار ابتداء، وكيفية الرد عليهم يعني إذا سلموهم كيف نرد عليهم، واستحباب السلام على أهل مجلس فيه مسلمون وكفار، أي أنه وجود الكفار في مجلس فيه المسلمون أو في مجلس مسلمين لا يمنع من أن نلقي السلام ونقصد به المسلمين. نعم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أديقه. قال: رواه مسلم. لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فهذا فيه كما أشار في التبويب تحريم ابتداء أهل الكتاب بالسلام. لا يجوز أن نبتدئ اليهود والنصارى بالسلام، أي سلام وأي تحية. البعض يقول: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، يعني لفظ السلام، وأما غيره فيجوز، كأن تقول له مثلا: كيف حالك مثلا، أو مثلا بعضهم يقول مثلا كأن تقول له تحية أخرى مثل صباح الخير ونحو ذلك ومساء الخير ونحو ذلك. هذا الكلام فيه نظر شديد، وإلا استبدال التحية أي تحية الإسلام هذه بدعة منكرة، هذه بدعة منكرة. جاء في حديث آدم قال الله عز وجل: هذه تحيتك وتحية أمتك أو تحية ذريتك. فتحية السلام هذه هي التحية، أما غيرها فهذا كله من البدع، البيباي ومش عارف صباح الخير وصباح النور وهاي ونحو ذلك، هذا كله من البدع المنكرة. ثم ازيك يا فلان أو كيف حالك أو نحو ذلك، هذا يكون بعد السلام، بعد السلام. طب هل يجوز لليهود والنصارى يعني أن نقول ابتداء يعني كيف حالك يا فلان، ازيك يا فلان؟ البعض يقول مثلا: أنا ألقاه فكيف لا أبدأه بالسلام، ولا سيما إذا كان حسن المعاملة ونحو ذلك. العلماء لهم كلام في الحقيقة في هذه المسألة، بعضهم جوز، لكن هذا ضعيف جدا، يعني التجويز هذا ضعيف جدا. لكن التحية الأخرى أضعف والله أعلم، أن يقول له مثلا يعني أن صباح الخير وصباح النور ونحو ذلك أضعف والله أعلم. لكن يحتمل والله أعلم، يحتمل أن يكون كيف أنت، قد تكون هذه ليست تحية إنما هو مجرد سؤال، مجرد سؤال. وإن كان يعني أنا يعني أقول لإخواني: عندك ممكن من السبيل ما تخرج به من هذا بإذن الله تعالى. يعني أنا أذكر يعني زمان لما كنا بحد لسه شباب، كنت في العمل يعني، وكنت أدخل على يعني مدير المكتب عندي كانت امرأة وكانت نصرانية، فكنت أدخل يعني أحيانا أجدها في المكتب، ففي هذه الحال ما كنت أبدأها بالسلام، فكنت أصرح لها وأقول لها: أنا أعاملك بالخير وبالحسنى، والإسلام أمرنا أن نتعامل مع يعني غير المسلمين بالحسنى ما داموا أنهم لا يضروننا ولا يؤذوننا ونحو ذلك، لكن نهانا عن السلام. فصارت المرأة تحترم ذلك، وصارت ما تغضب إن يعني أدخل ولا أسلم عليها، لا ما تغضب. لماذا؟ لأنني قلت لها يعني الأمر صار، وكنت أعاملها بالحسنى والحمد لله في الأمور الأخرى.
ولذلك استغفر الله، يعني كانت إذا أرادت يعني شيئا فيه أمانة وإتقان استغفر الله فضل الله سبحانه وتعالى، كانت تطلب مني وكانت تسألني عن الأشياء التي تخاف فيها يعني أن يكون فيها أمانة من الآخرين. فهذا والحمد لله ما يضر ولا شيء، إن لو قلنا لغير المسلم أن هذه عقيدتنا وهذا ديننا وهذه شريعتنا، وإنه لا يمنع أننا أعاملك بالخير وبالحسنى ونحو ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يفقهنا في ديننا. الحديث فيه تحريم ابتداء أهل الكتاب بالسلام. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، فهذا التضييق رحمة بهم. إن عندما نلتقي باليهود والنصارى في الطريق وهم يعيشون معنا في بلاد المسلمين نضيق عليه في الطريق، هذا رحمة به، لأنه هو كل ما يحس بالصغار في يعني حياته بين الناس كل ما يفكر في التخلص من هذا الصغار، وهو أن يدخل في الإسلام، أنه يقعد يقول لنفسه طب وأنا ليه راضي بالذل ده؟ طيب هنا هل الإسلام معنى ذلك أنه هو بيهين الناس ويذلهم؟ لا، الإسلام لا يرضى بإذلال الناس بالظلم، إنما إذلال الكافر هنا حتى ولو كان لا يؤذي المسلمين تصغيره، يعني تصغيره تحقيره مطلوب من أجل إشعاره بالجرم الذي هو عليه. إن لولا الكفر اللي أنت عليه كان زمانك عزيز زي الناس دول، فيفكر في الإسلام عند ذلك. طيب في هذا الزمان مسألة اضطروهم إلى أضياقه، طبعا هذه مسألة طبعا هيكون فيها نظر شديد، لأن هذا الزمان يختلف. المسلمون في الحقيقة ليس عندهم من القوة والعزة ونحو ذلك ما يؤهلهم أن يفعلوا ذلك، بل الظروف التي يعيشها الناس في هذا الزمان ربما في بعض بلاد المسلمين نجد غير المسلم أعز من المسلم، في بلاد المسلمين نجده أعز من المسلمين. فنسأل الله العفو والعافية. قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. متفق عليه. هذا الحديث فيه إرشاد المسلم إلى كيفية الرد عليهم احترازا من أذيتهم، يعني لأن هم ما بيسلموا ممكن يحرفوا الكلام ويلوون الكلام، وكانوا يفعلون ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون السام عليكم، والسام هو الموت. ولذلك لما سمعتهم عائشة يفعلون فجعلت تسبهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فقالت يا رسول الله إنهم يقولون السام عليكم، فقال ألا تسمعين ما أرد به عليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أنت مش سامع أنا برد بقول إيه، وعليكم، عشان لو هم قالوا حاجة وعليكم. ولذلك المسلم إذا سلم عليه غير المسلم يقول وعليكم ما يزيد على ذلك، لأنهم ابتداء ليسوا أهلا للدعاء بالرحمة، لكن أهلا للدعاء بالهداية نعم، يعني إن يجوز أدعو للكافر وأقول اللهم اهدي فلان، يجوز اللهم اهدي فلان، اللهم اهدك يا فلان ونحو ذلك إلى ما يحب ويرضى. ينفع أقول للكافر كده؟ أقول له يا رب ربنا يهديك إلى ما يحبه ويرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأني أنظر إلى نبي أدموه قومه، أدموه قومه يعني ضربوه لغاية ما بقى كل دم، وهو يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. والراجل الداعي النموذجي في صاحب ياسين أو هو صاحب قصة آل ياسين قال يا ليت قومي يعلمون. شوفوا الرحمة اللي في قلب الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، ما ينتقمون لأنفسهم بعد ما قتلوه ودخل الجنة، قال يا ليت قومي، ربنا هو اللي بلغ عنه ذلك، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ثم قال وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين
عبدت الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال متفق عليه. هذا كان في الفترة الأولى في المدينة، كان أهل المدينة بعضهم لسه ما دخلش في الإسلام، وكانوا عربا مشركين عبدت أوثان، وكان في المدينة يهود، وكان أهل المدينة واليهود في بينهم أحلاف، فتلاقيهم قاعدين مع بعض دايما أصحاب يعني. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه أخلاط، يعني في مسلمين وفي يهود وفي مشركين، ده كان في الفترة الأولى في المدينة، لأنه القبائل نفسها في الفترة دي كان القبيلة الواحدة هتلاقي فيها مسلم وهتلاقي فيها مشرك وتلاقي فيها ممكن يهودي وهكذا، لأن اليهود كانوا بيتزوجون من العرب والعرب يتزوجون منهم. نعم. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس فسلم عليهم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على هذا المجلس الذي فيه أخلاط من المسلمين وغير المسلمين. فالعلماء يقولون هذا الحديث فيه دليل على جواز السلام على مجلس فيه أخلاط مسلمين وغير مسلمين بنية المسلمين، يعني إذا قال السلام عليكم ينوي به المسلمين. وأيضا هذا الحديث فيه جواز الجلوس مع الكفار بشرط ألا يكون في المجلس أمر محرم أو شرك أو نحو ذلك. يجوز أن أنا أقعد مع الكافر لا سيما إن كان في مصلحة شرعية أو مصلحة حتى دنيوية، لا بأس، ما لم يكن المجلس فيه حرام أو شرك أو نحو ذلك. ويرغب في هذا المجلس لو كان فيه دعوتهم، يعني المجلس ده بقى كمان هيبقى أعظم وأعظم لو كان ده فيه دعوة هؤلاء غير المسلمين. ثم قال آخر يعني باب في كتاب السلام، قال باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. باب استحباب السلام إذا قام من المجلس، الإنسان قاعد مع آخر، المسلم قاعد مع أخيه المسلم، لما يقوم من المجلس يقول له السلام عليكم، يسلم وهو ماشي. وفارق جلساءه أو جليسه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. قال رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الأدب، إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، دخلت على مجلس سلم، فإذا أراد أن يقوم ماشي بقى، ما يمشي كده يمشي كده وخلاص، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخيرة. أنا لما دخلت عليهم سلمت، طب لما فارقهم كمان أدعو لهم بالسلام أيضا. فهذا الحديث فيه استحباب السلام في الحالين، أي عند القدوم وعند المفارقة. والأولى في الحقيقة سلام، يعني السلام عليهم في المرتين. لماذا؟ لأن في الأولى بدعو لهم، وفي الثانية بدعو لهم إذا فارقتهم بأن يسلمهم الله سبحانه وتعالى من كل شر، بل ومن شر حضوري أنا، كأنه بيقول لهم كده، يعني أنا أدعو الله أن يسلمكم حتى من حضوري أنا معكم، والثانية من شر الغياب. فخلاصة يعني القول أن المسلم يسلم إذا التقى ويسلم إذا فارق. نقف على باب الاستئذان وآدابه إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.